الفكرة ليست جديدة في عالم السينما، هي فكرة طرحت أيام الواقعية الإيطالية، طرحت حتى في المؤسسة العامة للسينما منذ 40 سنة. هي فكرة ليست جديدة بشكل عام في مجال السينما، ولكن جديدة حاليا في المؤسسة العامة للسينما. طبعا نحن كما قلنا ضمن مشروع دعم سينما الشباب، كان اليوم نحن بعامه الخامس، أخذنا قرار بأنه المشروع يجب أن يرتقي إلى مكان آخر، وبدعم من السيد وزير الثقافة قمنا بتشكيل لجنة فنية اختارت 4 شباب متميزين ضمن ال4 سنوات في مشروع دعم سينما الشباب، وطلبنا من الأستاذ سامر إسماعيل أن يقوم بكتابة سيناريو مكون من 4 قصص تكون بمجموعها فيلم روائي طويل، أسند إلى هؤلاء الشباب إخراج، أن يقوم كل شاب بإخراج قصة من هذه القصص، على أمل أن تكون نتائج هذا الفيلم مبهرة إلى حد كبير. مؤسسة السينما، أنا مثل ما تلمست أنه هي من فترة كانت عم تطلق مشروع دعم الشباب، إذا بتنتبهوا سينما دعم الشباب، فهي من زمان الخطة قائمة مو من هلأ. الأستاذ مراد شاهين بس حب أنه يبلور هاي الفترة كلها، أنه ينتقي مخرجين معينين أخذوا جوائز، وأنه يقدروا يطلعوا على الناحية البروفيشنال أكثر، هي الأفلام الطويلة. هاي كتير خطوة حلوة، كتير مؤسسة نحن بنشكرهم عليها، يعني فرصة كتير حلوة لنا. فكرة الفيلم تقوم على بيت سوري محتضن لعوائل نازحة، إن كان من سوريا أو إن كان من برات سوريا، يعني عبر هذا الزمن كلياته يعني. ودائما نحن متعودين بسوريا الأم هي الحاضنة لكل المجتمعات اللي حوالينا يعني. هلأ أنا مرحلتي اللي راح أخرجها هي مرحلة الثمانينات، هي اللي فينا نحكي عنها أكثر، لأنه أكيد كل مخرج له رؤيته الخاصة بمرحلته. طبعا نحن اذا بدنا نحكي باسلوبيه الاخراج عم نحاول نوحد قدر الامكان اسلوبيه الاخراج، بس اكيد بالنهايه كل مخرج له روحه الخاص واسلوبه الخاص يعني، وراح يظهر هذا الشيء من خلال تصويره لمرحلته. بس انه في خط عام راح نحاول نوحده لحتى يطلع الفيلم متكامل وما يبين انه في كثير فروقات يعني. كل تجربه بالحياه بتخوضيها، ان كانت تجربه شخصيه او تجربه فنيه او تجربه عمليه بعيدا عن الفن، فهي بتعمل لك اضافه وبتعيد تكوين شخصيتك ببعض المراحل، وبتخلي يعني زاوية رؤيتك للأشياء بمحلات تتبدل، فبالأكيد أضافت لي التجربة اللي بعدها بالبداية يعني. نحن لساتنا بمراحل التحضير وهلأ حنفوت التصوير، فالتجربة بعدها ببدايتها يعني كان من البداية بالنسبة لي واضح إنه الموضوع صعب مش سهل، وسيكلفنا الكثير من الجهد والكثير من المفاوضات لحتى نقدر نوصل لصيغة تكون مرضية للأربعة.